ولم يعني في مثل هذا الجمع الطيب ينبغي ألا ننسى إخواننا في سوريا وإخواننا في فلسطين. وأنا بخص سوريا بالذكر لأنها على محك إمام الآن وفي مرحلة حاسمة جدا، يعني ربنا سبحانه وتعالى عافانا منه. وأنا أعتقد أن هذه المرحلة اللي بتمر فيها سوريا لو كان مرض لمصر ما كانش حد عارف كيف تكون النتائج وهل نكتمل مثل هذا الاجتماع أو لا. لكن ربنا سبحانه وتعالى بفضله ورحمته قدر لنا التيسير وقدر لنا الخير وقدر لنا اللطف وقدر لإخواننا في سوريا الشدة والعناء والابتلاء والجهاد. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعينهم على عدوهم وأن ينصرهم على بطانة الوطن هناك. فأنا أنصح نفسي وأذكر نفسي وإياكم ألا تنسوا إخواننا في سوريا من الدعاء في هذه الأيام المباركة. إخوانكم في سوريا يحتاجون منكم إلى الدعاء، الدعاء هو العبادة. لذلك أنا دائما كنت أردد مقولة في السنين الأخيرة إني كان عندي يقين نظام حسني مبارك هيسقط هيسقط، وكنت دائما أقول لمن حولي أن الحديث القدسي بقول الحق تبارك وتعالى عزتي وجلالي أنصرنك ولو بعد حين بدعاء المظلومين سوف تتحقق. يعني أنا مؤمن بصدق كلام الله ومؤمن بصدق حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعزتي وجلالي أنصرنك ولو بعد حين. كم من ملايين دعوات المظلومين، كم من دموع ظرفت، كم من آهات يعني كانت في جوف الليل للمظلومين والأمهات والزوجات والأبناء والأطفال. فهل الرحمن الرحيم السميع العليم الكريم عز وجل لن يستجيب لدعاء المظلومين؟ كثير من الناس كان ينبهر بالسلطان وجبروت حسن مبارك وطغيان أمن الدولة، والله كان عندي يقين هم يسقطوا يسقطوا. لذلك كان يوم 28 كان معي بعض الإخوة الأصدقاء من المحامين وغيرهم، كنا محصورين في شارع شنغليون هنا، وكان اشتد الضرب بطريقه شديده جدا وبعض اخواننا يئس. قلت لهم النهارده يوم الفصل والنهارده يوم الجمعه وفي ساعه مباركه، اذا لم يتحقق النص بعد صلاه العصر وهي ارجح الاقوال فانها ساعه الاجابه فخلاص انا اقول لكم ايه؟ نيأس. فقلت لهم بس احنا ندعي ربنا سبحانه وتعالى ييسر الامر. انا بتكلم مساله الدعاء، ان الدعاء مهم جدا. فدخلنا احد المساجد زاويه صغيره في وسط الضرب ده، فوجدنا مظهر من المظاهر التي لا انساها ابدا. وجدت عميد شرطه قاعد في وسط المسجد زاويه صغيره هنا جوه، وقاعد ماسك المصحف بيقرا قاعد يجري. فبقول له ده موقف كان اثار فضول الواحد، فبقول له انت سايب الدنيا دي كلها وقاعد هنا؟ قال لي ولا مالي ولا مالي، دول ظلمه ربنا ينتقم منهم، دول ظلمه، وكان لابس لبس الميري بتاعه، دول ظلمه ربنا ينتقم منهم، فانا قاعد في بيت ربنا لعل ربنا ينجيني من الظلم اللي بره ده. فتيقنت وقلت لاخواننا شدوا في الدعاء، شدوا في الدعاء، ربنا سبحانه وتعالى هينصر المظلومين. فصلينا العصر وما لبس بعد العصر بساعه الا وجدنا ايات الله، وكان منظر لا يتكرر واعتقد لن يتكرر. ان ظباط الشرطه عربات الشرطه كلها بتجري في الشوارع، كله بيجري كله بيجري كله بيجري كله بيجري، لدرجه ان كثير من الشباب رحنا عندنا طلع الحرب اثروا بعض الظباط وحطوهم داخل احدى المرات واستفتوني نعمل فيهم ايه؟ قلت لهم سيبوهم خلاص، يعني ايه؟ قلعوهم بالسرايط والجاكيت وسيبوهم يروحوا بيوتهم، وعلموهم ان احنا لن نكون ظلمه مش كما كانوا هم ايه؟ ظلمه. قلت لهم اعتقد الموقف ده هو لن ينساه في حياته، هو شاب صغير لن ينساه في حياته ان هو يكون في هذا الموقف الرهيب دوت ويؤسر، وبعد ذلك يدرك ويروح بيته سوف يكون له عظه ويعرف ان الظلم عاقبته اخيره. الشاهد يا اخواننا ان احنا محتاجين، اعتقد ان الكلام سبقهم الاخوه الافاضل في كثير من المشاكل من المسائل وانا اتفق معهم فيها كلنا اختلف، لكن انا بركز على نقطه ان الحاله الاسلاميه فيها حاله اختلاف فكري وتنوع كثير جدا.